السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم. أنا جهاز آيفون 7 بلس، بدنا نعمل له تخطي لحساب الآي كلاود باستخدام أداة أنلوك تولز. يا ريت بالبداية إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لغاية ما تفتح الأداة، في ناس سألوني شو نسخة الويندوز الأفضل لشغل على الأدوات سواء المجانية أو المدفوعة. بالنسبة للأدوات الموجودة عندنا، الويندوز ويندوز 10 برو، تقدر تشوف هاي النسخة الموجودة. عملية الفتح ما زالت بتتم، خلينا بس أضغط لوج إن. نعمل لوج إن. تمام. ويندوز 10 برو هاي النسخة 22 اتش 2، بفضل يعني هاي النسخة لأنه أنا جربتها، النسخة كويسة. تكون إصدار 64 بت. بعد ما تنزل النسخة بدك تنزل برنامج آي تونز زائد برنامج 3 يو تونز. أول شيء بتنزل آي تونز بعدها 3 يو تونز، ليش؟ عشان ياخذ منك التعريفات بشكل صحيح للأجهزة المتوافقة مع آي تونز، فبتصير تشتغل عندك كل تعريفات أجهزة أبل على الجهاز مباشرة. فتحت معنا الأداة بشكل كامل، نتوجه لخيار أبل، نضغط I understand. بعدها مباشرة بننزل للأسفل، نروح نتوجه لخيار Get Activation، نضغط عليه. بعدها بنختار خيار No Change Serial، ننتظر لغاية ما تتم العملية. لازم تكون النسخة كاملة. النسخ المصغرة اللي بخففوا منها الملفات عشان تكون النسخة سريعة، هاي النسخة ما بتنفع مع الأدوات هاي. لازم تكون ملفات الويندوز كاملة، النت فريم ورك وكل السي بلس بلس، كل هاي البرامج لازم تكون كاملة. خلصت العملية الأولى بنجاح. بنروح بنطلع للأعلى، بنروح على خيار باور ديفيوت، نضغط عليه. أنا بدي أختار الخيار الموجود هون. الجهاز ما زال في وضع التشغيل. الآن بدي أدخل الجهاز بوضع الديفيو مود. شو بعمل؟ بروح لأداة 3U Tools، بضغط Unlock Tools على Tools Box، وبختار خيار Enter Recovery Mode، بضغط عليه وبعطي Enter Recovery Mode. هون الجهاز راح يدخل معي في وضعية Recovery Mode زي ما أنتم شايفين. الآن بدي أحول هاي الوضعية لوضعية الديفيو مود. أضغط على خفض الصوت وحاول هيك خلي الجهاز، أضغط على خفض الصوت والهوم والباور مع بعض لغاية ما تطفي الشاشة بشكل كامل. بعد 1 2 3 برفع إيدي عن الباور وخفض الصوت، بضل ضاغط على خيار الهوم، أكسب الهوم هون شوي. آسف الجهاز 7 بلس، لازم أضغط خفض الصوت مع الباور، أضل ضاغط عليهم لغاية ما يطفي الجهاز. بعد ما طفى الجهاز بعد 1 2 برفع إيدي عن الباور، بضل ضاغط خفض الصوت ما بفلتها. هيك دخل معي بوضع الديفيو مود زي ما شايفين، موضح امامكم هو بوضع الديفيو مود، ولكن يبدو انه هنا غلط البرنامج، مش مشكلة. الان راح اضغط على انلوك تولز. بتصير احيانا بغلط، مش دائما ولكن بتصير. انا خلطت معي الامور بين 6S وال 7 بلس، كل جهاز له طريقة مختلفة. انت الطريقة المناسبة لجهازك بتشتغل فيها، الـ 8 بيختلف، الـ X بيختلف، كل جهاز بدك تشوف شو الطريقة اللي بتدخل فيها على الديفيو مود. هيك بعد ما دخلنا بوضعية الديفيو مود واعطيناه الأمر، ننتظر لغاية ما ياخذ وضع باور ديفيو مود. أخذ الأمر بشكل كامل. الآن بدي أتوجه للخيار الموجود هون وأختار
رام ديسك اول نيو واختار 7 بلس اختار اي او اس 15 لان الاصدار عندي 15.8 بعدها بضغط على خيار بوت رام ديسك راح يبلش الجهاز يعطي الامر للتليفون يبعث له الملفات اللازمه عشان تتم عمليه الرام ديسك. ننتظر لغايه ما تتم العمليه. تمت العملية ننتظر لغاية ما تخلص العملية. هي عملية دخوله للرام ديسك. أنا بكبر لكم الشاشة وبحط لكم صوت الكاميرا يعني بتكون أوضح كمان من الصورة الصغيرة. تمت العملية بنجاح. الآن الخطوة الأخيرة بتوجه للأسفل وبروح على خيار هلو باي باس هلو بضغط عليه بضغط على خيار نو تشينج سيريال بنتظر لغاية ما يقوم بالعملية بشكل كامل. العملية كلياتها بشكل كامل ما بتاخذ معك يعني هذا وقت الفيديو الفعلي فانت يعني العملية كلها ما بتستغرق معك 7-8 دقائق بالكثير تتم معك العملية بشكل صحيح. هيك لو شفتوا دخل الجهاز بوضع الريكفري. الان بروح لأداة تريو تول سواء كبست من التليفون خفض الصوت والباور او بضغط اكسيت ريكفري مود. هيك بكون خرجت الجهاز من وضع الريكفري مود. شرحت في الفيديوهات السابقة طريقة تنزيل الخيارات في هذا المكان يعني يكون عندك الخيارات كاملة شرحتها في الفيديوهات السابقة تقدر ترجع لأي فيديو سابق لأداة Unlock Tools. زي ما شايفين الجهاز فتح بشكل كامل تقدر تضيف عليه اي كلاود تشغل واي فاي تشتغل عليه بشكل طبيعي كل امورك تمام. هذا كان الفيديو لليوم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. نراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.